أحبائي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أش كتعاود على لو 360. اليوم ضيوفنا اليوم طبعا مجموعة من المجموعات اللي بداوا الأوائل طبعا في الستيل الجديد، كانت أليبوك كنا كنسميوها الموسيقى الجديدة أو الجيل الجديد من الموسيقى، ولكن من بعد سي دوفني كونفيرمي. دونك هما موجودين معنا اليوم، هما جروب كيتكون من الأربعة ديال الفنانة. اليوم حاضرين معنا جوج، سي الجروب أش كاين بيان سور، معنا عادل ومعنا حاتم. أهلا بك، أهلا بكما. أهلا أهلا أهلا، كي داير؟ مرحبا بكم. الله يحفظك. الله يبارك. دابا خصني نمشي مع المثنى. صافا كلشي بخير؟ بخير الحمد لله، والله الا مزيان. الوغ اللي ما كاينينش معنا سي عز الدين، عز الدين وعثمان، وعثمان اللي كنحيوهم بيان سور. كيما ذكرت اش كاين، فاحنا الوقت اللي بدات واحد لا نوفيل سين، انتم كنتم بارمي لي بروميي جروب هنايا في المغرب اللي جبتوا ستيل جديد شبابي الى غير ذلك، الفوزيون الهيب هوب الراب ماروكان الى غير ذلك. فنتوجه لك حاتم. الو اش كاين؟ نتوما نورمالمون بديتو في 96 تقريبا البدايه كانت، ولكن البدايه الفعليه واش كانت حتى 2003 فاللي ربحتو في البولفار؟ اكزاكتومون، في 2003 ملي ربحنا لو بولفار دي جون ميوزيسيان، كنا طلعنا مزعقل مع شي 11 جروب من المغرب كامل، ربحنا لونانيميتي ميور جروب 2003 في المغرب. تما كان فريمون لو ديبي ديال اش كاين، حيت تما كنا بدنا السميه، حيت هاد الهضره اللي قلتي ديال 98 كنا سميتنا الدوكس، كنا خرجنا واحد لاكاسيت وكلشي. ما بقاتش محصوره نقولوا ما بين المكناس ولا ريجيون، وانما طلعنا البولفار قدام بوبليك ديال المغرب كامل اللي تيجي لكازا باش يتفرج، باسكو البولفار داك الساعه سيتي شي حاجه اللي هي كبيره، يعني تبغي الموسيقى خاصك تكون حاضر. دونك سي سكي نوزا بيرمي دو فيغ كونيتر في البدو، في 2003 ملي روحنا للبولفار. فوالا، وف بيان سور يمكن الانطلاقه الحقيقيه اللي غيعرفكم بها الجمهور سيتي اون 2005 ملي خرجتوا ديال كلنا مغاربه. اييه اكزاكتومون، مور لا فيكتوار ديالنا في البولفار في 2003، سنينا مع اون ميزون ديسك داك الساعه سميتها بلاتينيوم. اللي كان شاد سي عبد السلام بابو تسلموا عليه من هنا، حيت ذاك الساعه قلال الناس اللي وقفوا معك باش دير الموسيقى، دايو حتى دابا قلال هاد الناس. دونك فوالا سيتي الالبوم اش كا 1426 اللي كان فيه تقريبا اون دوزين دو تيتر. لو تيتر اللي كان ذاك الساعه بان بزاف هو كنا مغاربه عيسى وستايل، اللي كان مج ما بين كل ما هو تقليدي عيسى هو ديال مدينتنا مكناس، ومع دي ريتميك اللي هما يونيفرسال واللي هما هيب هوب وامريكان. دونك هذيك هي ليدونتيتي اللي بغينا نجيبو في الاول بور لو راب ماروكان بواحد ليدونتيتي ديالو. طيب عادل، فهاديك البدايه ديك الساعات ابارتيغ 2005 زعما كنتي كتوقع انتوما في لو جروب بان هذا لو ستيل غادي يمشي في المغرب؟ لان شحال من واحد كان كيقول هذا لو ستيل ديال لا نوفيل سان هذا الراب ماروكان راه غادي يموت، غدوز عامين ثلاث سنين وغادي يحبس هادشي. كنت كتوقع بان غادي يكون استمراريه حتى لدابا 2017؟ كنت كتوقع بان غادي يبقى استمراري، لان كنا قبل ما يخرج هذا الديسك هذا ديال هذا كان جمهور ديجا بعد ديال الراب كان بزاف، كيما قال لك في البولفار كان تيكون تيران بلان، الناس تجي من كل مدينه، كان الناس يعجبهم الراب، تيعجبهم فهمتي الراب المغربي، يعجبهم بانه كيتدار الراب باللغه المغربيه بالدارجه، هذا عجبهم المواضيع اللي كنطريطي وعجبهم الهضره اللي كنهضروا عليها، الناس فهمات لان ديك الساعه بنادم باش تهضر معاه بالدارجه بحال اللي كيسمع في اي حد تيفهمك، بنادم القاري واللي ما قاريش وكل شيء فهمتي يعني. ومن بعد ما خرج كما قلنا لك هذا كنا مغاربه، كنا مغاربه، مشى لارج بوبليك يعني مشى المغاربه كاملين، دخل الديور حقاش كان راب اندر جراوند، كان غير تيسمعوا غير صحاب الراب غير صحاب هذا اللي تي، واني هذا الديسك هذا دخل الابواب ولاو بنت صغيره كتغنيه، مراه كبيره كتغنيه، مراه فهمتي. وتما الحمد لله قلنا زعما تما كانت انطلاقه ديال الراب المغربي. بيان سور كان لو كوباج كاين، كان الفناير فوالا، بيك كان مسلم هذاك الساعه، لا كان تبعنا بيك واحد جو في الخروج ديال الالبوم، مي هما كانوا زعما كاين. مي حاتم الى سولتك يعني كانت ديك الساعات واش واحد النظره كانت على ليبوك؟ دابا كنقولوا على ليبوك وما نمشي بحال هذيك اللي قلتيها في الاول راسنا دابا عاد راسي شرفنا واخا المهم هذيك الايامات دابا راه كوميم صار شي 10 سنين هادي ولا 12 عام الا حسبنا 2005 10 سنين اكثر من 11 عام. الوغ هذيك الوقيته كان السائد هو هاد الناس تيخرجوا اغاني سي فولغير، كانت ديما الناس خايفين من الكلمات، من تيقول لك سي فولغير كاين المعيار كاين هذا، واش باقي هاد الفكره عند الناس وباقي هاد الاغاني مثلا اللي تتخرجوا نتوما ولا دوطغ جروب بقى شويه بحال هكا نقولوا حنا الزعامه في الكلام؟ حنا الزعامه في الكلام هي اننا نهضروا على مواضيع اللي هي ديال بصح وتتقيس المغاربه ومشاكل اللي هي واقعيه، هي تما نكونوا قاصحين وتنزعموا،
ويني باش نقول واحد الكلمه اللي هي نخسروا الهضره هي غراتويتمون هذه ما عمرها ما كانت فينا، ولكن كانت هاد بحال كان كانت الناس عندهم انطباع بان لا نوفيل سيت يخسروا الهضره، حيت الناس اللي مجلوله اللي عندهم هي ديال الراب امريكان، ومتى تفرج في الراب امريكان عنده واحد ليماجري اللي هي صعيبه شي شويه، ماشي اللي هي الفراده العيالات بلي مايو طوموبيلات الكبار كذا، دونك هاد ليماج اللي كانت حنا الحمد لله بينا وبدوت غروب وسميجو الناس فهموا الجمهور فهم بان راب موسيقى بحال جميع لي زوتر ستيل وبان فيها انواع وكاين اللي تيخسروا مثلا الهضره، وانا قلت لك حنا سي با نوتر ستيل، حنا اون بريفير ان الموسيقى والمواضيع هما اللي يقيسوا الانسان ماشي داك تخسر شنو او يعني شي محطه من المحطات اللي دوزتو سواء اللي خرجتوا فيها السينجل ديالكم او لا لي زالبوم او لا في الفيستيفالات اللي درتو في المغرب او لا ربما الوسام الملكي يمتى شنو المحطه هذه اللي عطاتكم الثقه في نفسكم وقلتوا يلا نبدا دابا ما كاينه الخدمه زعما الناس عندنا جمهور والناس تايقين فينا الثقه في النفس الاولى راه ملي توقف قدام الجمهور كي قلنا في البولفار دي جون ميوزيسيان في 2003 هذيك الدفعه الاولى تتقول سي بوسيبل تما تبدا تيبان لك البلان ماشي تقول راه ممكن نديروا شي حاجه وتبقى 2013 اول مشاركه ديال الموازين سيتي حنا اللي كنا فيها راه من ليديسيون الاولى ديال الموازين داكور يعني تهيا ما كتشوف داك الجمهور مع داك العام اللي داز اللي دوزنا فهمتي تعاوتاني كتقول يعني كتعطيك واحد الدفعه يعني الناس تيبغيو هذا الفن ومع هذا الفن حتى هو فن ولا بحال داك الشيء شعبي فهمتي ولا بحال يعني واهم دفعه واكبر حاجه واللي ما عمرها غادي تنسى هو 2013 الوسام الملكي اللي وشحنا به سيدنا الله ينصرو هذاك سي لو بلو غران جور زعما في حياتنا وفي حياتنا الفنيه حتى هي دونك هذاك صافي داك الساعه عرفنا باننا درنا شي حاجه مزيانه كاين ان ستيل قائم بذاته فوالا وكاين ان بوبليك معترف به فوالا دونك باش نرجعوا لهذيك الشيء ديال ليماج دابا تبدلات جو بونس الناس عارفين بان راب سي ان ميساج سي ميوزيك بحال الاخرين ما بقاتش داك الكليشي لاصق ديال هي تخسر الهضره ولا سي دي فوايو تحيدها دابا هاد لا شونسون اللي خارجه هاد ليامات مثلا في هاد ليامات دون دي زاني مثلا اللي كنشوفوا دي زارتيست ماشي لي جروب بحال دابا سعد مجرد، حاتم عمور، حاتم ادار، احمد شوقي، محمد رضا الى غير ذلك، نزار ايديل، فهاد لي ستيل واش ماشي خداو من عندكم شي حاجه ما تذكروش عليها حليتوا لهم الباب ها؟ خداو في الكلام يعني استفدوا من الاكسبيرينس كانت في الاغاني المغربيه دائما واللي خداو الكلام ديال الراب المواضيع الطريقه ديال تناول المواضيع والكلمات اللي تأمبلوي في ذاك اللي كدوز دغيا الودري هما اللي كانوا تيقيسوا الناس في الراب الكلام خداوه وتا او نيفو ديال لارونجمون يعني موسيقيا يعني لي بونك دو سون اللي يوتيليزي راه سي دي بونك دو سون هيب هوب ولا الكترو يعني ومزيان هادشي اللي داروا مزيان الوغ قبل ما نهضروا على الجديد ديالكم لان اللي هو الفرصه اللي انا تعمدت انا نستضيفكم في لو 360 اش كتعاود لان شفت الجديد زوين خرج هذا الاسبوع هذا فشنو لا بارتيكولاريتي ديال هاد لا شونسون هذه جديده شنو كتعتمدوا سي كوا لا فيزيون هذه جديده غانا غانا فوالا غانا واش لاتي واش الغانا يعني الغانا ديال الدماغ كلمه زوينه قديمه زوينه لقانا يعني تنهضروا على موضوع تيهضر على الادمان اون جينيرال يعني من الكول لا سيجاريت قوه لي سيلفي ولا بنادم ما تيقدرش يديكونيكتا جميع البليات غادي نقولوا بين قوسين لو كليب هو عباره على اون ثيرابي دو جروب يعني جالسين بزاف ديال الناس كلها وبليتو جالسين عند اون بسيكولوج وكل واحد تيهضر تيحاول اكسبريمي الحاله النفسيه ديالو داك المعركه اللي عنده مع داك البليه حيت الاغلبيه ديال الناس اللي مبليين واخا تيلقاو فيها واحد لو بليزير اللي هو صغير وين الضرر ديالها كبر وكاملين عندهم واحد لونفي باش يحبسوا ويعيشوا حياتهم بلا داك البليه دونك لو مورسو عباره على هادشي لي باغول كيفاش كديروا تخدموهم نتوما بربعه تنتفقوا على سوجي بحال دابا مثلا كما كنا قلنا او كل واحد تيقط لابارتي ديالو تيكتب هذا وهذا وتنحطو ان شاء الله تنتشاوروا بيناتنا بحال داكشي ديال الانشاء تتقول حتى موجوك وبعد تكتب الانشاء ديالو كذا كل واحد يطريطي على الحساب هو كي كيشوف داكشي وبالنسبه لهاد الاغنيه الكانا دونك ولا لا ميوزيك شكون اللي كيكون عنده يد كبيره في يعني في لارونجمون حنا اش كاين يعني مي بدينا خدمنا الخدمه اللي تتكون عندنا هي موسيقات ولا افكار عندنا في الدماغ كل واحد فينا عنده شي فكره مثلا تنجلسوا مع بروديكتور اللي هو ديفيرون يعني في الاول كنا خدمنا مع خالد اللي كان معنا في الاول تيجي بأونيدي فكره
تنزيدو حنا فكره تقدر غادي تبان له اون باس مثلا غادي نبدلوها نلعبوها بم 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 احسن من هذه الاخرى تنبقاو غاديين هكاك وفي لا بلوبار دو طون تنخدموا مع دي بروديكتور ديفيرون باش يكون عندنا لي ستيل مبدلين حيت حنا جروب معروف باننا يمكننا نحطوا على جميع لي ستيل كونتريرمون ا بزاف لي جروب اخرين ولا دي زارتيست سولو تبقاش محدود يعني بغيتينا في داكشي تقليدي ومغربي ومخلط كاينين بغيتي في داكشي تراب ديال 2017 والفلو وكادي وراب موجودين بغيتي شي حاجه خفيفه لارج بوبليك موجودين حيت حنا بالنسبه لنا راب سي تيلمون كبير كحرام نحبسوا راسنا في واحد الحاجه اللي هي صغيره دونك هذه كان خرجتوها دابا هذا سينجل ولا غادي تكون داخله في اطار واحد الالبوم غادي يكون هذا الي اكستري من الالبوم اللي خدامين فيه واللي تنسجلوه في استوديو هبه في الدار البيضاء استوديو اخر ما كاين يعني حنا بعدا مفتخرين وفرحانين بزاف باننا في المغرب عندنا ان استوديو بداك المقومات يعني اخر ما كاين اونيفو دي طاب دو ميكساج الناس اللي خدامين تما التجهيزات كلشي مزيان استوديو اللي دشنو مولاي حسن الامير في هذه واحد عامين بمبادره ديال صاحب الجلاله هو مديور لجميع الفنانين المغاربه باش طيب غادي جبتوا معايا الموضوع حنا غادي نعوجوا شويه حيت اول مره ما هضرنا على هذا الاستوديو استوديو هبه طبعا اللي كانت فكره ديال صاحب الجلاله كيفاش مثلا انتم غادي ملي غتبغوا تسجلوا عمل ديالكم واش بالفلوس كتكريوه كيما استوديوهات اخرين كيخص يكون معكم شي ان بروديكتور فسر ليا كيفاش باش نعطيو لي جون حتى حنا يعرفوا فوالا ولا سورتو لي جون دابا مؤخرا هبه اورغانيزاو هبه ستوديو اورغانيزاو ان كونكور بداو بلا كاتيجوري هاب هيب هوب وراب وار ان بي وكان بامكان جميع لي جون تالون اللي عاد بادين مثلا انهم يصيفطوا لي ديمو ديالهم ولي برودكسيون ديالهم من بعد هبه تجمع ان جوري اللي عزل نقولوا احسن ما كاين حيت انا نقول لك انا كون جيت عندي في 1998 وعاد بادي ما غادي نحتاجش داك الاستوديو غادي يدوخني اكثر ما انني غادي نستافد منه اللي بنادم خصو يبدا بدي زيتاب اون ستوديو بعدا وانت غادي دونك سي سيليكسيوني الناس اللي عندهم فريمون دو تالون ولا اللي يقدروا يسجلوا تما ويخرج ان بون برودوي انا كي قلت لك قدر اي ارتيست يكونتاكتي لو ستوديو وغادي يعطيوه جميع لي ديتاي باش كيفاش واحد يصيفط يصيفط اون دوموند و بار ميل ولا يمشي تما الا عنده الامكانيه ولا بار تيليفون وغادي يعطيوه جميع لي زانفورماسيون سكي سيغ سي كو ان ستوديو تقول كيتمنى اي واحد اي ارتيست لا ولكن واش سي بيون خلصتوا شي حاجه ولا كتقدر ولا يعني بما انه من ديور مثلا لي زارتيست ماروكان ولي جون بيان سيغ واش ضروري انك قلت لك سي سيغمون سور دوموند يعني تبريزونتي اون دوموند انا مثلا عندي اون ديمو فوالا انا جروب اش كاين عندي هاد لو تيتر بغيت نسجلو في هاد لو ستوديو وما قلت لك كاين ان كوميتي ديكوت ولا شي حاجه اللي تيسمعوا وغادي فاليديو او با باغ كونتخ الناس اللي عندهم مثلا الفلوس ولا اللي يقدروا تيسجلوا في دي ستوديو عاده بواحد الثمن اللي هو سميتو يقدروا يمشيو لتما ويسجلوا اوسي عادي لو كليب توا صورتو تما اييه اه صورنا تما يا ام فلطه ملي كتمولوا دابا هاد المشاريع ديالكم واش يعني من جيبكم الخاص من حفلات ولا هذا شنو لي ريفوني الالبوم نعطيك مثال 2010 الالبوم اللي خرجنا ديال اشكينولوجي خرجنا بفلوسنا البرودكسيون كامل وطاح علينا غالي جدا فلوس حيت الفنان في المغرب سورتو ديال الراب مثلا ما تنديروش العراسات ما تنديروش الافراح يعني تنعيشوا بلي فيستيفال الفلوس اللي تنجمعوا تنحاولوا نوفروا واحد شويه باش نعاودوا انفستيسيو في داكشي اللي تنديروا يعني الاكثريه ديال الفلوس اللي تنربحوا تتعاود تمشي في لا برودكسيون في تخرج لي تيتر في لي كليب وتنتعاونوا مثلا هذا الكليب درنا مع خالد الدواش اللي هو دي جي ورياليزاتور تري تالونتيو اللي تنعرفوه هذه سنين دونك داك الكليب اللي مثلا غادي يتقام بواحد لاصوم اللي هي كبيره غادي يقدر هو غادي يلقى ان مويان ويضحي من جهته هذا باش نديرو طيب انتم او نيفو ديال الجروب اش كاين الدراري بربعه سواء حاتم عادل او عثمان وعز الدين وعز الدين ما كاينش شي واحد شي نهار شي واحد سخن عليه راسه وقال راه نخرج ندير بوحدي لا دايري درنا بلا ما نخرجوا باقي في الجروب ولا لنا دي سولو لا زعما سخن علينا راسنا ملي ما نخرجوا عند حاتم توا دي سولو حاتم توا خرج دي سولو اه حيت كاين شحال من واحد شي دي جروب كيخرج واحد يدير سولو كيدير فرقه ديالو زعما هذا هو القصد ديالي تيدير فرقته بوحدها وتتولي ما كيبقاش لا هذا ماشي ديما غير يقدر هنا في المغرب ما في العالم كاينين بحال دابا ام ان ام راه كان مع دي 12 وهو بوحدو وانا باقي مع دي 12 50 سنت باقي معنا دابا نتوما ما عندكمش المشكل يعني مره واحد يمشي يدير سولو البوم ديالو فان سينجل اربعه ديالي سولو ديال دياسك وداك اللي داز فيهم في الراديو وحياح وكذا فهمتي وتغنيهم في لاصين وتغنيهم في لاصين والكليب واخا التيتر ديالو غادي نبان معاه في الكليب دابا هذا القصد ديالي يمكن سؤالي كان ملي كتغنيهم في لاصين اذا راه باقي مجموعين انا قصدت
ما بغيتش نقول شكون بغى يحبس كلشي زعما دي زيكزامبل دي غروب تيخرج واحد كاريمون تيخرج كيمشي بوحدو حنا ما نقدروش فوالا هذه هذا هو القصد ديال الغروب واحد اخر ما يمكنش لا لا ما يخرج حد وما يجي عندنا حد بلاتي دابا جاوبتيني قبل ما نسولك دابا ما كتفكروش مره مرات يعني الا بغيتو تعاونوا دي جون دابا لي جون دابا نتوما ما بقيتوش دابا وزيت كونفيرمي شحال هذه من في البدايات ديالنا كنا ملي كنتي غادي في لا تيلي راه كنا كنعتبروا راسنا دي جون يلاه بالوقيته دابا الا بغيتي تعاونوا دي غروب شنو شي دي جون طالون عاوناهم نقول لك اترافير واحد الفيستيفال تنديروه في مكناس سميتو هيب هوب مدرسه بدينا هذه سنين مع الانستيتو فرونسي سيمانه ديال لي وركشوب وديال لي زاتولي مع لي بلو غران بروفيسيونيل في لو دومين كنا تنجيبوهم من فرنسا دي دانسور دي كومبوزيتور وتيجيو الدراري تيتقيدو من لا ريجيون ديال مكناس وفاس كامله كاين اللي جات من بعد من الرباط وكازا تيجلسوا اون سيمين تما تندير لهم لي زاتولي تعطيهم لي باز باش بنادم يمكن له يبدا هادشي اللي يمكن نعطيوه في الاول ثاني حاجه حنا في مكناس معروفين يعني اي واحد يمكن له يجي لعندنا يسولنا نعاونوه داكشي اللي نقدروا نعاونوا ما تنكذبوش عليه ما نقدرش نقولوا حنا غادي نتجو لك ولا نديروا ما نقدروش نكذبوا وانا با لي باز اسي سوليد باش نديروا هادشي بعد شوف كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله شكرا نعيم وهذا لو سينجل هذا لقانا واش بالالف ولا ولا قانا قانا كله وقانتو ياك كله وقانتو مي تبارك الله عليكم بون كوراج شكرا بزاف ان شاء الله مازال ملي يكون لو سينجل الاخر نعاود نتلاقاو ان شاء الله نتمنى التوفيق لقانا لقانا بيان شكرا شكرا بزاف وفرحنا ملي تلاقيناك الله يبارك فيك شكرا بزاف بيان سور شكرا اون فوا تو لو غروب اش كاين شكرا لكم شكرا احبائي تشاو تشاو